يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود غنا الاثنين. طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والساحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصود ليلا طقس طفيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي مائل بنان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 31-23، الإسكندرية 27-21، مطروح 26-20، بورسعيد 28-24، الإسماعيلية 32-21، وإلى السويس 31-22، العريش 29-22، طابة 30-23، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 31-23، إلى الأقصر 35-23، أسوان 36-24، الوادي الجديد 34-23، شلاتين 32-25، وحلايب 28-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.